شو بتقول الأفلاك لمواليد العقرب على الصعيد العاطفي بشهر تشرين الأول أكتوبر 2023؟ عاطفياً عزيز العقرب، بتتخلص هالشهر من ضغط كوكب فينوس يلي بالأسد موجود، بده ينتقل إلى العذراء بتاريخ 10 ويهيئ المناخ لسلام وهدوء كما لتناغم مع الحبيب بعد مشاحنات كتيرة حزت بنفسك. بتتجاوز الصعاب الماضية بثقة بالنفس وبتبدي مشاعر إيجابية. ليه؟ لأنه فينوس بالعذراء ببث بالنفوس روح التسامح والعطاء. بيطمئن قلبك وبتشعر بالأمان. بتستسلم ربما للأهواء أيضا، فبتلاقي نفسك عاشق، ملهم، متحمس وسعيد. بتستعيد ثقتك بالحياة وبالحب. كوكب مارس وكوكب فينوس بالعقرب وبالعذراء بيشيروا إلى ود بيولد هالشعور، وإلى حب عميق بيتجلى في أبهى أشكاله وبيجعلك أكثر هناء وثقة واطمئنانا. بس المشهد الفلكي بمجمله بيتحدث كمان عن تدخل الماضي بحياتك وعن إثارة مواضيع خلافية ماضية وذكريات جعلتك منكمش منقبض. مشان هيك رح تراجع حساباتك. بس في حدث مفاجئ يمكن يصرفك عن هالهلوسات، فبتعيش لحظات مدهشة وعواطف نبيلة، وبتشوف بالشريك العاطفي مصدر ثقة لإلك، فبتعتمد الطرق الكفيلة لتواصلك معه ولتمتين هالروابط. في أوقات مشيقة جدا بتمضيها مع حبيب بناسب كل تطلعاتك وكل تطلباتك، فبعد غياب العاطفة بيجي الشروق من جديد وبيحميك من نفسك يلي كانت بتميل لحب العتمة والانعزال. لا شك انك مررت بمحطات مهمة من العلاقة العاطفية ويلي عانت من تردد وحيرة واهتزاز. ترجع إلى رشدك، فما حدا بيكون حكيم طوال الوقت وبكل الظروف. للظروف